السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أن نتكلم عن فوائد بذور الخشخاش. بذور الخشخاش يساعد على التقليل من الاضطرابات وتقليل يعني بناء أيضا بناء البروتينات وأيضا عمل مناعة في الجسم، ويساعد بذور الخشخاش على إنتاج المزيد من وكريات الدم البيضاء، وقاية القلب من الأمراض المختلفة كالجلطات. تفيد هذه البذرة وخاصة الزيت المستخرج منها في علاج الأورام السرطانية والمساعدة على إيقاف انتشارها في الجسم. أيضا تساعد بذور الخشخاش كمرطب للجلد، إذ تساعد على زيادة حيويته ومنع جفاف البشرة بعد خلطها بكمية من الحليب لتصبح كالعجينة. تعالج بذور الخشخاش أيضا الأرق الليلي واضطرابات النوم، فهي مهدئ عام ومسكن للجسم. وتساعد البذرة أيضا على الاسترخاء والنوم العميق. تساعد البذرة بذرة بذور الخشخاش في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل الهضم، وإيقاف الإسهال الناتج عن البكتيريا أو التسمم، كما أنها تكافح الإمساك المزمن وتهيج البطن والمغص والغازات، وتفيد في الحد من العطش أيضا، وتخفض درجة الحرارة العالية الحمى. لذا تدخل في صناعة الكثير من الأدوية التبريد، تساعد على إنتاج طاقة الجسم وتكوين الحامض النووي، تفيد في تقوية العظام لدى الأطفال وكبار، ووقاية الإنسان من الإصابة بهشاشة العظام. هذا مختصر فوائد بذرة الخشخاش أردت أن أبينه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.